مسرور برزان يضع الحجر الأساس لمشروع طريق بردرش خبات بطول 35 كيلومتر، والموانئ العراقية تدشن عملية غمر حوض القطاع الكونكريتي للنفق المغمور. والسيسي يؤكد لعراقتشي ضرورة تكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة، وواشنطن تقصف بقاذفات B2 مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن، وزيلينسكي وبايدن يناقشان استخدام الأسلحة بعيدة المدى وخطة النصر في أوكرانيا.